رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزناً أصوب الدمع صوب عهادي وسرت بقلبي المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي ولقد وقفت بها وقوف مولهن وبمهجتي للوجد قد حزنادي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأنوح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أمالهم حال الفاقدين إذا عايش ويا واحد وفقد يقول الله تكون داره موحشة ما تقدر حتى تدخل إليها يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة عراس بني النبي الهادي لما شرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد سار بالضعين وإذا بصوت من خلفهم ريضوا للعليلة وادني وياك يا أبويا مانعها لعلتها قامت تحوم على الضعينة تدور من العليلة من هو عزيز على قلب الحسين اجت ووقفت قباله تقل اني ودايا يا اعتك يا عمي ساعدني خل حسين ويضعون ياخذني والله برد خاطري يا عمي يا عباس لا تخلوني مكمودة الأنفاس لا تخلوني وحدي ما لي عزوة وناس عن حسين أبويا لا يباعدني
كله متعجبة منكم يا فرسان الحمير، كلكم غيورين وشيمكم هاش نشف يا عمي دمعتي والتفت لي خاطب ابويا لا يخليني غريب، قال لي يا اخويا هل بجا وهالنوح فتني وبنتك تراهي هالعليلة ذوبت، قال له شو اسوي وكتبت الله قيدتني ما اقدر اشوف دموعها بخدها سجيب، ليش ما توديها يا ابو علي؟ قال هذي ما هي مكتوب تتودى هدية، ولا هي يا اخويا سبايا الغار، ردي يا ابويا وردتك غصبين، طلبي من الله يعودنا لديار طيب، ردت بلهفتها وساق الضعن عنها نوب تقوم ونوب توقع من حزن، ومن رجعت اخوتها وابوها انقطع ظنها وتصيح راح حجاب صون من نجي بعد وش سوت العليلة؟ قال رديت ووقفت وقفت السايل على الباب، رديت ووقفت رد وقفت السايل على الباب، الله يعود أهل الذي بالسفر غياب غياب، ويرد أبوي حسين ضن وداحي الباب وتشعب أنوار نواحي أرطب. ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث أيها الأحبة في محاور ثلاثة. المحور الأول في حقيقة إرادة الإنسان، والمحور الثاني في عناصر التغيير، ونحط الرحال في المحور الثالث ملامح الشخصية التغييرية. المحور الأول في حقيقة إرادة الإنسان. من الواضح أن الإنسان عندما يريد أن يقوم بعمل، أن يحدث أمراً ما، فإنه لا يتمكن على ذلك لوحده، على اعتبار أن إرادة الإنسان لا تنفك ولا تنفصل عن إرادة الله عز وجل. هذا الإنسان عندما يريد أن يصنع فعلاً صغيراً علاوة على أن يحدث حدثاً كبيراً، هذه الإرادة منوطة بإرادة أسمى وأعلى، وهو ما تعبر عنه النظرية الإمامية بالأمر بين الأمرين، استقاء من حديث الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. فما حقيقة إرادة الإنسان وإرادة الله تبارك وتعالى؟ وما حقيقة نظرية الأمر بين الأمرين؟ العلماء عندما يطرحون بحث الإرادة الإنسانية وإرادة الله تبارك وتعالى، يطرحون هذا التساؤل أيها المؤمن: من الفاعل الحقيقي للعمل؟ عندما تمشي، عندما تقوم، عندما تجلس، عندما تتحرك، عندما تتكلم، هل الفاعل هو الإنسان أم الله تبارك وتعالى أم كلاهما؟ فللإجابة على هالسؤال أكو ثلاثة نظريات أيها الأحبة: النظرية الفلسفية، والنظرية الكلامية، النظرية الفلسفية، والنظرية العرفانية. النظرية الكلامية، ماذا يقول علماء الكلام عن الفاعل الحقيقي للعمل؟ علماء الكلام يقولون الفاعل الحقيقي للعمل هو الإنسان. أنت الذي تصنع المشي، أنت الذي تصنع القيام، أنت الذي تصنع الكلام، أنت الذي تصنع القعود. فالفاعل الحقيقي هو الإنسان حسب علماء الكلام. إذن أين إرادة الله تبارك وتعالى؟ قالوا: إرادة المولى عز وجل هي مادة يستند إليها الإنسان في إحداث العمل. شوف السيد الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن، وهو ممن يتبنى هذه النظرية الكلامية أن الفاعل هو الإنسان، وأن إرادة الله هي عامل يستند إليه أو مادة يستند إليها. عندما يمر على نظرية الأمر بين الأمرين يطرح هذا المثال، يقول: تصور أنت عندك يد مشلولة، واستطاع طبيب أن يحرك هذه اليد باستخدام الطاقة الكهربائية، تحركت اليد. من المحرك؟ الفاعل الحقيقي للحركة من؟ يقول: هو الإنسان. لو لم يرد التحريك، لو لم يرد التغيير، حتى بوجود الطاقة الكهربائية ما كانت اليد تتحرك. فالمؤدى أن هناك فاعل حقيقي وهو الإنسان، ولكن هناك مادة وهي الطاقة الكهربائية التي يستند إليها. يعني يحتاج إلى أمرين: محركية الإنسان ومادية الطاقة. كذلك في أفعال الإنسان، يقول الفاعل الحقيقي للعمل عندما يمشي، عندما يتحرك، هو الإنسان.
ولكن لا يمكنه أن يفعل ذلك لولا الطاقة التي أودعها الله تبارك وتعالى عنده فيه. فهذا علماء الكلام. الفلاسفة ماذا يقولون؟ الفلاسفة يقولون لكل عمل، لكل فعل مقتضي وشرط. المقتضي ما يكون به أصل العمل وأصل الفعل، والشرط ما يكون به فعلية العمل. إيش معنى هالكلام؟ قالوا مثلا المصباح، المصباح حتى يضيء يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مقتضي اللي يكون منه الأصل، أصل وجوده، وهو الطاقة الكهربائية. لكن لن يضيء المصباح دون شرط. شنو هذا الشرط؟ قالوا جسم يحتويه ومن هالأسلاك الكهربائية. فأكو عندنا مقتضي وهو أصل الوجود وأصل العمل، وأكو عندنا شرط عامل مساعد وهو الأسلاك الكهربائية. فيقول الفلاسفة أن المقتضي أصل الوجود وأصل العمل هو الله تبارك وتعالى، وإرادة الإنسان شرط، يعني عامل مساعد. بمعنى آخر الله عز وجل يقول أنا خلقت المشي ومن يريد المشي نعطيه المشي، خلقت الكلام ومن يريد الكلام أعطيناه الكلام. فالمقتضي هو الله عز وجل، وإرادتك شرط لتتحقق الإفاضة على الوجود. فهذا معنى الأمر بين الأمرين عند الفلاسفة. النظرية الثالثة، علماء العرفان ماذا يقولون؟ علماء العرفان يقولون نحن لا نقول كما يقول المتكلمون علماء الكلام بأن الفاعل الحقيقي هو الإنسان وإرادة الله مادة مساعدة مثل ما أشرنا في النظرية، ولا نقول كما يقول الفلاسفة بأن المقتضي هو الله تبارك وتعالى وإرادة الإنسان شرط أو عامل مساعد. يقول علماء العرفان كل عمل إلى فاعل مباشر وإلى فاعل أعلى منه نفوذ. كل عمل، يعني يطرحون أمثلة، يقولون لو مريتون على جامع جديد توا مبني شحلاته، يجوز لك أن تقول هذا الجامع بناه المقاول الفلاني. صحيح، الفاعل المباشر هو اللي بناه. ويصح أن تقول لا، بناه الوجيه الفلاني، أرفع منه نفوذ، اللي أعطى الأموال، اللي أعطى التبرع. إذا شفت واحد يمشي في الطريق يجوز أن تقول رأت عيني فلان، ويجوز أن تقول رأيت فلان. الفاعل المباشر هو العين، والفاعل اللي أرفع منه نفوذ هي الروح أو النفس، فتنسب الفعل إلى نفسك بعد. مثال أوضح من القرآن الكريم، المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يجوز تقول أن الذي رمى هو الإنسان، ويجوز أن تقول أن الذي رمى لأعلى نفوذ منه هو الله تبارك وتعالى. الصورتين صحيحتين. آية ثانية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بايعوا النبي وبايعوا الله تبارك وتعالى، صورتين صحيحتين. فعلماء العرفان يقولون الأمر بين الأمرين، كل فعل ينسب إلى الإنسان أو ينسب إلى الأعلى منه نفوذ وهو الله تبارك وتعالى. هذا المحور الأول في حقيقة إرادة الإنسان حسب النظريات الثلاث. انجي إلى المحور الثاني في عناصر التغيير. شنو عناصر التغيير؟ الإنسان حتى يصل إلى التغيير العملي لا بد أن يمر على تغيير ثقافي وتغيير نفسي. التغيير الثقافي كل عمل يريد الإنسان أن يقدم عليه تغيير في حياته لا يمكن أن يكون دون معلومات ودون خلفيات ثقافية يجمعها هذا الإنسان على أن هذا التغيير هو الأصح، هو الأفضل، هو الأصلح، هو الأكمل إليه، وإلا بيكون التغيير عشوائي. أنت شلون تقدم على خطوة في حياتك، تغيير في حياتك دون تكون عندك معلومات؟ يكون التغيير عشوائي، ولو صابت مرة ما بصيب مرة ثانية، ترى ضربة أعمى مثل ما يصير يقولون، صابت هالمرة مرة ثانية ما راح تصيب. ف
فلابد أن يكون عند الإنسان مخزون فكري، مخزون ثقافي، بيانات عن التغيير الذي هو مقبل عليه. هذا الجانب الأول، العنصر الأول. العنصر الثاني، جمعت المعلومات، عندك مخزون ثقافي يكفي؟ قال لا، لو لم تنقدح لديك في قلبك شرارة التغيير ما ممكن يصير التغيير. أنت إذا ما مقتنع من التغيير شلون يصير عندك تغيير؟ لذلك التفت، أكو كلمتين تسمعوهم دائما اللي هما كلمة القوة وكلمة الشجاعة. القوة هذه متعلقة بالعضلات، بالهيئة الجسدية، هي القوة. أما الشجاعة يعرفونها العلماء بأنها جرأة القلب، جرأة. تشوفون واحد مسكين سعفة الهواء يودي يمين وشمال، واحد ما شاء الله عليه ما يطوف من بابين، لكن هذا أشجع منه، هذا أشجع منه. هذا لو يسمع تاير من فدق بيشوفه في آخر الديرة وصل من الركيق، وهذا مكانه. هذه جرأة. تختلف القوة عن الشجاعة. فالإنسان إذا ما كانت عنده جرأة، لم تنقدح لديه شرارة التغيير، حتى لو عارضني المجتمع، حتى لو عارضوني أهلي، أنا مقتنع بالتغيير. فالتغيير يحتاج إلى العنصر النفسي، إلى أن تصل إلى التغيير العملي على أرض الواقع، وهذا المطلوب. وهذا يحتاج إلى إرادة، أن يخطو الإنسان خطوات نحو التغيير ليكون أنموذجاً مثالاً للآية المباركة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير ترى يبدأ منك أنت ابتداءً، مو من الله عز وجل. أنت المفترض اللي تتحرك. إحنا لما نقرأ القرآن الكريم نشوف بعض الآيات: فلما زاغوا، الابتداء كان من الإنسان، الزيغ بعدين، الزيغ من الإنسان. آية ثانية: اذكروني أذكركم. الخطوة الأولى تبدأ من الإنسان. لا تقعد ببيتك أبغي أتغير، أبغي وضع الاقتصادي يتحسن، أبغي وضع الثقافي يتحسن، وأنت رافع إيدك بالدعاء تدعو الله عز وجل. الدعاء زين، بس لا تسوي روحك مريم ابنة عمران، ترى بتموت من الجوع، ما بينزلون إليك مائدة من الجنة، انتهى الموضوع. حركة تبدأ منك، الخطوة تبدأ من الإنسان. المحور الأخير أيها الأحبة، ملامح الشخصية التغييرية. إمامنا الحسين سلام الله عليه خرج في ثورته المباركة من أجل التغيير. أمه كانت في سبات، أمه كانت تسير نحو الهاوية، ولذلك يعبر عنها الإمام عليه السلام تعبير في غاية الخطورة، يقول: لم يبق من الدين إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. المرعى الوبيل تعرف شنو؟ المرعى الوبيل المزارعين إذا زرعوا الزرع يشيلون اللي يباع في السوق، واللي تأكل البهائم أجلكم الله بعد يودون إلهم. تبقى بعض المزروعات العشوائية اللي تطلع بروحها اللي ما تأكلها البهائم ولا تباع في السوق، هاي المزارع بعد ما يتعب روح يخليها مكانها، يجي المطر يطيح عليها، بعدين البهائم لما يتركونها تمر عليها ما تأكلها، تدهسها وتمتزج مع أوساخها أجلكم الله، فيسمونه مرعى وبيل، يعني حتى البهيمة ما تطوف عليها، ما تبغي. هذا تعبير المعصوم عن وضع الدين اللي وصل إليه، شلون تزوير صار إلى الدين. ولذلك كان هذا الدين بحاجة إلى زلزال، يا الله الناس توتعي، هذا الزلزال بدم الإمام الحسين سلام الله عليه. ولذلك ملامح التغيير علماء النفس لما يتناولوها، شلون يصير مجتمعنا مجتمع تغييري، شلون يكون الشخصية تغييرية. لأن أنت شايف أكو بعض الناس تشوفه غارق في وحل الذنوب ومستنقع الرذائل، هو في داخله يبغي يتغير. واحد ثاني يشوفه يعيش ركود اقتصادي، لمتى الله عاد بيرزقني، لمتى الله بوسع علي، يطمح إلى التغيير. علماء النفس يقسمون الشخصيات إلى قسمين: شخصية نمطية وشخصية تغييرية. الشخصية النمطية شنو؟ هذا اللي ما يتغير أبدا أبدا، صبت هذه من ولادته إلى ما يموت، حتى قصة شعره ما يغيرها بعد، ما يتغير أبدا، وإيش لي بالبحر وأهواله هاي نمطي، دائما نمطي، ما يحب التغيير.
التغيير هو مو بس على المستوى الاقتصادي، التغيير على المستوى الفكري، التغيير على المستوى الاجتماعي. من تساوى يوما فهو مغبون، هذه أبدا ما عنده فيها أبدا أبدا، هذا حالة من يولد إلى ما يموت. وأكو عندنا شخصية تغييرية لا تطمح إلى الأفضل، يطور من منظومة الفكرية، منظومة الحضارية، منظومة الاجتماعية، دائما يسعى إلى التغيير. وهذا اللي يبغي الإمام الحسين سلام الله عليه، يبغي الإنسان الذي يسعى إلى تغيير المجتمع إلى الأفضل بما يتفق مع القرآن الكريم، وبما يتفق مع السنة النبوية المطهرة، وبما يتفق مع الشارع المقدس. يبغي مجتمع يتطور. لذلك شوف، رب بارة نافعة، رب بارة نافعة. يعني العام بدأوا المآتم كلها تبث. لو أنت تروح قبل سنين تشوف أن المادة الحسينية اللي موجودة في اللي هو وسائل التواصل في اليوتيوب وغيرها مثل اليوم؟ لا يا مولاي، لا يا مولاي، هذا بفضل الشباب المبدع، بفضل الشباب اللي يحب التغيير، اللي يواكب التغيير. وصلنا إلى هالمستوى أيها الأحبة، وهذا قليل في حق الإمام الحسين سلام الله عليه، قليل في حق الإمام. فملامح الشخصية التغييرية شنو؟ قال علماء النفس الشخصية التغييرية أول ملمح من ملامحها تنظيم الأمور، أن يضع كل طاقة في محلها، مو طاقات مشتتة يمين وشمال تالي يطلع بلوشي ما يسوي شيء، لا، منظم وقت، منظم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لربكم، ساعة لمعاشكم، ساعة لمعاشرة الإخوان، وساعة للذة في غير محرم. آخر أنفاس أمير المؤمنين سنة 40 للهجرة يوصي أولاده الوصية الخالدة، يقول أوصيكم بتقوى الله، واحدة من وصايا شنو؟ ونظم أمركم. أنت تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى تنظيم حتى تكون إنسان متغير، إنسان مبدع. هذا الملمح الأول. الملمح الثاني روح التجديد. القلب يا جماعة يستمان، هذا حال الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله يقول، يقول إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فروحوها ساعة بعد ساعة. هذا القلب يستمان. ولذلك في حديث آخر، لها إقبال لها إدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاخصروها على الفرائض. القلب استمل، الإنسان مساعات، أنت تشوف روحك كأن الدنيا كلها ضايقة بك، كأن مجودينك منهم، ضايقة بك الواسعة، هذا حال الإنسان. إيش تحتاج؟ قال تحتاج إلى التجديد، تحتاج إلى التجديد أيها المؤمن. حتى على مستوى العبادات، أنت لما تتأمل في المستحبات والعبادات أكو تجديد. الشارع المقدس احتوى هالموضوع. شوف شهر رمضان المبارك شلون العبادات فيه مختلفة عن بقية الشهور، حتى ليالي بعد ليلة الجمعة مختلفة عن بقية الليالي. المستحبات في هذه الليلة غير عن المستحبات في تلك الليلة، هذا كله من أجل التجديد، تغير عليك على قولتهم الأجواء. بعد من ملامح التغيير شنو؟ قالوا من ملامح التغيير إرادة الإبداع، خصوصا في زماننا. زماننا نشوف المتغيرات أسرع ما يكون، ولذلك إحنا بحاجة إلى مبدعين في مجتمعنا من أجل التغيير. وهذا اللي أشرنا إليه ربما في مسألة المحاضرات الحسينية، شلون أبدعوا هالشباب هالثلة اللي أخذوا على عاتقهم إحياء نهضة الإمام الحسين رغم الظروف القاهرة، لكن وصل صوت الإمام الحسين إلى أبعد ما يكون، أكثر من السابق. هي رب بارة النافعة اللي أشرنا إليها، تحتاج إلى الإبداع. ساعات تمرون على مكانات يبيعون نفس الغرض، لكن فلان يشيرون إليه بالبنان، إذا أحد يبغي يشتري روح إلى فلان. ليش؟ هذا عنده إبداع في العرض والتقديم، في وسائل التواصل وغيرها، أفضل من غيره. إحنا مو في قبل 50 سنة الناس ما تدري بالأمور، لا، إحنا في زمان متغير. الحادثة لو تصير في آخر الدنيا تسمع بها عقب دقيقة واحدة أنت. زمان هكذا نعيش في هالزمان إحنا. بعد شنو من ملامح التغيير؟ قالوا يحتاج الذي يريد التغيير روح المغامرة. المغامرة عاد مو ترمي روحك في النار، أبغي أتغير وبرمي روحي في، لا لا، مو هالطريقة.
أنت مقدمات أشرنا إليها، العامل الثقافي، العامل النفسي، أنت جمعت المقدمات كلها، صارت عندك الإيجابيات أكثر من السلبيات في هذا التغيير اللي أنت تريده. بعدين تشوف عندك تردد، يقول لك أمير المؤمنين إذا أنت جمعت المقدمات كلها وعندك إيجابيات وسألت أصحاب الخبرة وأصحاب الرأي، إذا خفت من شيء فقع فيه. آخر ملمح، الأمل بالله تبارك وتعالى والثقة بالنفس. المؤمن يثق بالله، مدام جمعت أنها المقدمات كلها وراعيت القرآن وراعيت السنة وراعيت الشارع المقدس وراعيت تقاليد المجتمع، شباقي بعد؟ أتوكل على الله تبارك وتعالى، أثق بالله تبارك وتعالى. شنو يقول إمامنا الحسين سلام الله عليه؟ يقول أنت ثقتي في كل كرب ورجائي. الإمام سلام الله عليه يقول أنت ثقتي، خلاص أنا عندي ثقة بك يا الله ربي. ولذلك لما إجا الأمر إلى المدينة المنورة وصلت رسالة، كما يعبر عنها المؤرخ، يقول وصلت رسالتين، رسالة بالبيعة العامة ورسالة يعبر عنها المؤرخ كأذن الفأرة، يعني صغيرة سرية، وفيها أن خذ البيعة من الحسين خاصة وإذا رفض طعنق. ضاقت الدنيا، ها؟ العالم تكالب على الإمام الحسين سلام الله عليه، فبدأ يجمع العائلة، أخبر العائلة أنه خارج من وطن جدة. والإمام الحسين لما طلع من وطن جدة التفت، لما إحنا نقرأ في الأبيات خرج الحسين من المدينة خائفا، لا أحد يجي يصور إليك الحسين بأنه خايف وطلع بأي طريق، لا لا، الحسين خرج من المدينة كما خرج والده أمير المؤمنين من مكة بالفواطن، تتذكرون؟ لما توسط القوم قال لا يقولن أحدكم جبن ابن أبي طالب، أنا طالع أمامكم. كذلك الإمام الحسين، الإمام الحسين طلع على الطريق الأعظم، طريق القوافل، ما تنكب الطريق مثل عبد الله بن الزبير وغيره وغيره الذين تنكبوا الطريق وراحوا إلى مكة. الحسين طلع على رؤوس الأشهاد بس مطرود عن وطن جدة، مترصدين لقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. جمع العائلة وأعلن في أهل المدينة أنه خارج. يقول المؤرخ يوم اللي طلع الحسين من المدينة كان كيوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، زلزلة بالمدينة، أبواب المنازل مفتحة، يعني ما حد في بيته، الدكاكين مغلقة، وين راحوا؟ راحوا عند بيت الإمام الحسين ينظرون ماذا يصنع، يعني صدق الإمام بيطلع بالعائلة كلها؟ إجوا إذا الضعينة يجهزها أبو فاضل وأخوته، الحسين أمامهم كالشمس الطالعة، صاحت الناس هذا ينادي في أمان الله، ذاك ينادي في دعة الله. أحاط الناس بضعينة الإمام الحسين بين باك وباكية، نائح ونائحة، وداع وداع، إلا بيت واحد ما طلعوا أهله يودعون، الفواطم متعجبين، وين أم عباس راحت؟ وين أم البنين؟ قالوا أم البنين بحجرتها غالقة على روحها الباب. إجوا إلى بيت أم البنين، إلى دار أم البنين، وإذا ونت أم البنين إلى الخارج واصلة ونين عدها على الحسين، فتحوا الباب، الله يا أم عباس، كل الناس ودعوا الحسين وإنتين ما طلعتين تودعينا، ما تبغين تشوفينه وتلقين عليه نظرة قبل ما يطلع، ما ندري يرجع له لا. قالت أني إذا أودع الحسين تخرج روحي من جسدي، لكن نادوا أولادي، وين أبو فاضل؟ صاحوا على العباس، إجا مسرع مع إخوته، دخل وإذا يشوف أمه واضع راسها بين ركبتيها، ناشرة شعرها بالدار وقاعدة قاعدة الحزين. أبو فاضل حنون، إجا وجثى عند أمه أمام أمه، وأخذ راس أمه من بين رجليها وخلاه بحضن أبو فاضل،
يما يما لا أبكى الله لك عينا إلا عندها أولاد مثل هالأولاد ما تنزل راسها إلى الأرض. ش عندك يما؟ والله هيجتين أحزاننا يم البنين. قالت ولدي ونعمين يا أبو فاضل بيكم، لكن مصيبتي عظيمة أني أعرف ويش راح يصير فيكم في كربلاء. مخبرني أمير المؤمنين بكل المصايب. ها يا أمه اش عندك؟ مدت إيدها قالت ولدي حط إيدك بإيدي وأخوانك كلهم كل واحد إمد يمينه يخليها على إيدك. خلوا أياديهم بإيد أم البنين، طالعتهم واحد بعد واحد، قالت أولادي اسمعوا وصيتي وإذا ما تنفذونها منتون أولادي، يحرم عليكم لبن صدري. قام يتمايل أبو فاضل من المصيبة ويبكي عند أمه، تحرمين من حق الأمومة، ليش يمه؟ ايش عندك من وصية؟ قالت أوصيك يا عباس أن بزينبك فلا لا تضيعونها عاد يا أبو فاضل. أوصيك يا عباس أن بزينبك فلا وبكل وقت عيناك يا ابني دايم لها تبقى تراهي بالهضم من بعد أهلها توقف على جثثكم براض الغاضري انت سواد عيونها وانت نظرها وانت فخار لمخدرها وانت قمرها ها ليكون احد يا ابو الفضل يهتوك سترها. قالها على خدر الودي على توصي والله ما تنهضم يا والده بحضرة العباس أحلف شخصها ما تشوفها ساير الناس وكان العمد حول علي وفتت الراس بحبال تتربط وتدخل الدواوي آجركم الله. أقبل الحسين مودعاً إلى القبور إجا إلى قبر المصطفى صلى ركعات انحنى وضم الضريح إلى صدره جداه يا رسول الله أنا سبطك وفرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفته في أمتك أنا مطرود عن جوارك يا جدا إيش عندك يا أبو علي؟ قال ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جد صف العيش من بعدك بالأكدار شيب فأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع يا حبيب يلا وياي ونداء بافتجاع